هنا يبدا انجاز اي شو الاول تحكيم بطوله كوسبلاي اي جي ان محمد النعامي ابراهيم العامر راح نقدم بطوله رائعه للكوسبلاي خلونا نبدا جنتلمن لقد عثوت عليه انه س بوت 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 انا الحين مع سبزير حلو والله البرد مضوب بالصحة يا سبزير حياتي انك حياتي البرد انا ما اقدر اعيش بغير برد وانا اعشق البرد يا شيخ تعال مو بيقول لك حضنك دفا حضنك جليد مع كاستوم سبزير ومؤثرات بطلة الكوسبلاير بس تعال فكرة سبزير لابس اديداس معنا الكوسبلاير رائع دحدوح ما شاء الله اول ما تسوي كوسبلاي لا هاي ثالث مره انا من جده طبعا واو انت اللي كنت موجود في جيم اوف كان واللي فزت اللي كنت ايتشيكو لا 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 ايتشيكو اي كنت ايتشيكو ما شاء الله صراحه اداء مبدع يا اهل جده جده اكيد سبزي وبحر اكيد يا ليل صراحه شنو حسابك بالانستغرام دحدوح شقطه تحت 07 دي 7 دي او 7 دي اي اتش دي دبل او اتش شخطه تحت جيمر اقول لك هذا الياباني ده اقسم بالله ده يتكلم لك ياباني حق الانمي كده ويسوي لك ويهرج معاك يا واد بالياباني ولا ما ادري ايش والله اجيب لك ام البيج ماك يا شيخ ايوه بيج ماك جامد يا شيخ هو اللي هيطيب بالله ادعس حق برجر كينج يا واد ولك جاني شد وانا اسمعك يا واد ايش بك انت يا واد حط له ملح يا واد ماكدونالد اقول لك ماكدونالد لا يجيك السرطان كده يجيك السرطان اقول لك تموت في ساعتها اقول لك حط له ملح وحط له مخلخل واحط له مخلخل مخلخل مخلل قصدك مخلخل يا ابوي مخلل يا واد يا واد طرشي يا ابوي طرشي خلاص حط طرشي حط الطرشي حط الطرشي يا واد حبيبي زود الملح شويه على زود له شويه ايوه شويه دقه وشريك شو اللي دقه بنفطر الله يهديك احنا والله نحط له لبن وطرشي ودقه وكله كله على البرجر كالعادة ومن كل حفل الطاغية المجرم اللي بس فالح يخرب على عيالنا الفائز بالمركز الأول في مسابقة كوسبلاي اي جي ان الوحش شنو سر عشقك الجينجي؟ غموضة عجبني وايد حسيتها وقارنتها باللعب وقارنتها بالفايت بشكل عام قصتها وايد عجبتني كانت مؤثرة مع هوزو على فكرة هو وماجد صراحة أخوه مبدعين يتابعون انمي يتابعون جيم يتابعون افلام بس نبي نشوف شيء حق انمي ان شاء الله انا اقدر اشوف لازم اكيد على فكره ما شاء الله عليه مبدع ودائما يسق الاضواء وهذا اول مره يطلع في لقاء عندي بالقناه وهو مبدع اكثر من ماجد معليش مجهود ازعل مالي عارف الجماهير بنفسك معاكم خالد انور كدري كوزبير صار لي 3.5 سنين احب اتقمص الشخصيات واول كوزبلاي لي كان اكس مان من اساسن كريد يونيتي وتو فيس من باتمان دارك نايت مبدعين انتظرون في حفل اي اي شو كون بجبرهم يجون راح اخليهم يجون مياني كذا طائره شو طائره كذا جمونه هل تخوبه الحمد لله سلامات باكي امن تششمته ايبا للمره الثالثه على توالي نشوفك حياك الله الله يحييك حياكم الله نشوف في البحرين الله يرضى عليك والله نتشرف بذلك ها كيف تقدمك في اللغه اليابانيه الحمد لله صار لنا فتره وقفنا we're still waiting for the next course المفروض ان احنا بدينا من شهر 8 بس لحين responded زنن
وش رايك في خبر انضمامي لقناة اي اي شو؟ وايد استانس والله؟ وايد ربك والله وايد استانس وايد استونسات الحمد لله. يعني تحسين ان هذا هو المكان اللي يصلح لي؟ ان شاء الله ما تدري ان شاء الله عقبال ما تجين عندنا ان شاء الله ان شاء الله. I'm looking forward. هاي ديكوري كارا نيه نيهونغو نو بينكي وغامباتي كوداساي هاي غامباتي غامبارو غامباري مس ستو ستو غامباتي رندايو هاي هاي ميرا ساما واتاشي تاتشي ني مو اوين شيتي كوداساي اريغاتو غوزايماس دو ايتاشيماشيتي. نداءً إلى القاعدة أرسلوا صديقي. اخيرا عثرنا على السلاح ذا سيكت ويبن فروم ون بيس. السلاح الاسطوري من ون بيس بوسايدون. بوسايدون فروم ون بيس. اكوامان. اكوامان فروم دي سي. نو بوسايدون. نو جاستس ليج كومز اوت نيكست مانث. ام اكوامان. اكوامان. يا اكوامان. واو اكوامان از باك تو لايف. اولسو اتس باك تو لايف از ا كاستوم. از ا كاستوم يا اي اكتشلي ميد ذس لاست يير. But the movie comes out next month, so I was like, why not just wear it again? هو سوى الكاستوم السنة اللي فاتت لأن طالما إن الفيلم خارج الحين سوى الكاستوم مرة ثانية. على العموم, I am with a great cosplayer before you saw him with me as Vegeta. I was Vegeta. كان Vegeta معاي من قبل. I was Vegeta, but I think I've made more progress since then. So this one is a lot better, according to me, anyway. He like the rough, tough. Barbarian characters. Exactly. I have some other ideas for future cosplays, something kind of similar. He like the rough, tough costumes, but he's so kawaii. I know him. He's Yasashi. He's so kind. Well, gotta have the best of both worlds. Be nice to other people, but also be strong. يعني هو يقول لك أنا حبيب برا بس بالكاستوم أتفاهم. تنتيف. وبالنسبة لي الحين أنا مع أشهر كوسبلاير أقابلها دائماً في البحرين. It's Angel, yay! من أول ظهور لها بدور ميسا كوسبلاير ميسا من Death Note الحين what do we have? 2B. What is the anime? It's not an anime, it's a gaming character. What is the anime? Not an anime, it's a game. I'm not a gamer. It's Nier Automata and my character is actually an android. I'm not interested. Bye. Bye. No, I'm joking. I'm joking. You are really fantastic as usual. Thank you. Are you planning to win today? I don't care about winning or losing. I'm here to have fun. Really? Yeah. Okay. She changed her account in Snap again. What you see she now? She got blocked. Come on. She got blocked. Every time. For the third Why? Time. I don't know. What do you do? I do nothing. وصلتنا أخبار بعودة سايتاما لكن أحب أقول لكم هذا سايتاما المزيف. He is the fake سايتاما. I am the real سايتاما. You might be true with that. No, don't punch me. I,
I won't, don't worry. I'm not a super villain. Where have you been for the past 2 years? Home. They have sale here. Did you buy something? I'm looking for celery. What is your secret? Celery. From where did you get your power? 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats, 10 kilometer running, and occasionally a banana for breakfast. صراحة متعمق في شخصية سايتاما. إن شاء الله إني حطيت لكم ترجمة في المونتاج ده ما حطيت سامحوني. فيسبوك؟ عبد الله علوي. شيك عبد الله آدم من فيسبوك. He speak Arabic. خفيني يتكلم عربي. إيش تبين أقول يعني؟ قررت مملكة البحرين أن تدبلج وان بنش مان والحين معنا سايتاما. سايتاما أنت قوي إيلا؟ سايتاما تتكلم عربي إيلا؟ إيلا؟ اي ولا لا؟ ايه اي ولا بعد لا؟ ها؟ اي ولا لا؟ اي لا لا اي؟ شكرا اخي عبد الله مبدع. وين رجعنا مع الكوسلير العظيمه فوفي. اهلا وسهلا. You can hear me? Yeah, I can hear you. مع ما سوى انترفيو؟ مع ما تكلمت في انترفيو؟ شبكتهم في بعض كيفهم؟ مع الكوسبلاير الرائعة المبدعة دوما مبهرة فوفي سرحان. يوشكو نيغاشيماس. ما ادري ايش معناها. تسالين وات از ذا كاستوم. طبعا هي من مدمنين الجيمز وهي مسويه شخصيه من لول ليج اوف ليجندز. طبعا انا ما اعرف كثير عن لول لان انا من عشاق واو وورلد اوف وكر. Now we are with the Darth Vader. If this is the real Darth Vader, I will allow him to attack my planet. I will go to the dark side. Oh, really? I'm a Sith. واخيرا مع اقدم جوب جوبي الانتيم. هذا اسمه جوبي الانتيم. اول كوسبلاي سويت مع لقاء كاكاشي, بعدين صار ايتاشي, بعدين صار اوريتشيمارو, بعدين صار فري. اخر كوسبلاي مبدع عارفه ولا اكلمه ما احبه. و موعبة الميك اب ارتست اللي فازت في اول حفل غطيتها في اي اف كي. والشينيغامي اللي تستحي تعالي. هذا الشينيغامي في نفس الوقت هنا تو ميكاسا. تعالي ميكاسا 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 تعالي ميكاسا تعالي ميكاسا تعالي ميكاسا تعالي سوي لي مشهد رجع ايرن. سوي ابي الكاميرا تنكسر. لا لا سوي كذا. طيب اوه يقولون ميكاسا هذه ما تعالي ميكاسا سمعنا عنك خبر. ليش ما تحبين ايرن؟ ما احبها. ايش حق الطاقة العملاق عشانها؟ هذه وحدة ثانية انا وحدة. عباطة هي تطقين العمالقة والاخير ما تحبينها. اي ما احبها. مات فريق كامل فريق استطلاع كامل مات. ما اخذه معاش كابتن اوين قصت ايده. بعد؟ والله صار عبر. ميكاسا هذه يقولون تبي تنقذ زورو قاعد ينم عليها. لان هذا شوفوا يني. تدري شو المشكله انك تبي تنقذين زورو؟ ليش؟ فيش خيط طلعيه ضايع. اطالعه عادي تشي عشان زورو يعني؟ اي ايمن خلاص؟ اي صك عليه. ايمن قايل لك ميكاسا انت دوم لك ستكون لي. خلها تخلص من زورو بيكون ضايع في الاخير لن تجد لها الا سايتاما. حبايب قلبي طبعا حساباتهم تشوفونها قدامكم واليوم بتشوفون عروضهم الرائعه على الستيج مع انه جايهم وحش من الكويت ملقوف. ايش حقك جاي؟ جاي تاخذ تنافسهم. بس على فكره هنا ما في يما محاميني وحوش. ايه ادري عشان شو خايف من الحين انا خايف. ايه كيفك وحوش واستنوا تشوفونهم كلهم في حفل اي اي شوكون. قل معي. هلا ريوغا. ريوغا واغاتاكي واكرو. لا ريوغا. ريوغا واغاتاكي او. واغاتاكي او. كري. هذه الكلمة الصحيحة يا جماعة الخير. عرفت اقولها. يلا قول. ريوكم واكتبوا كري. انت قاعد تسمع الفطور. لا. اسف اجل. هذا ابي. عطاني هذا ذكرني بمسلسل جوهر الصياد قديم يقول أميرة البحور السبعة عطتني حوارة. صراحة كوسبلاي رائع وتقمص جميل أهنيك. يعني لحد الحين ما عرفت شلون سويتي الكوسبلاي هذا مرة متوحش. لكن السؤال يطرح نفسه ليش يونجي ليش؟ ليش لا؟ ليش يونجي ليش؟ يا أخي شخصية عجيبة شخصية جديدة إنزين ويعني
اي واحد يطالع ون بيس ان اب تو ديت يعني المفروض جيت اكسايتد يعني ابوت يونجي الجرما ان جنرال يعني جيما 66 ما مشيها يونجي شخصيه حقيره انزين معلي انا حقير محشوم 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 يونجي حقير انت لا هو يونجي حقير انا لا اوكي شنو ما مشيها اوكي ايه. طيب شنو اللي حبيت فيه انا حبيت الديزاين ماله وايد عجيب يعني حبيت الجرما بشكل عام انهم لباسهم فيه مرقام يعني بشكل عام وايد اشياء فن يعني تعجبت فيه ككوسبلاي ايه كشخصيه كشخصيه يعني صراحه مو لهالدرجه ما له داعي ايه يونجي تابعت سبوتد وين لا والله ما طلعته ارجوك اقضي على هؤلاء الحقيرين خذيهم تعال تعال نحاسبك تعال اقضي عليه هذا جزاءكم يا جيما هذه المزة من سبوتد اوي خاقع اسانجي بعد ممكن حسابك وتويتر SMZ CORE طبعا بحاول اخذ حسابها في انستغرام المبدعة وبعطيكم اياه السلام عليكم مرة اخرى رجعنا يا جماعة الخير مع لقاءات مع الكوسبلاير ناس والله خوش ناس والله يا اخي صدقوني يا جماعة الخير انا لما اشوفكم احس بالانتماء احس بالفخر احس ان في يعني فيكم شيء فيني انا شفيك قاعد تضحك يا اخي اول مرة اسوي كوسبلاي يعني مستغرب على الوضع بس اول مرة في حياتك تسوي كوسبلاي؟ ايه هذا جرني للرذيلة الصراحة انا اللي اجبرته يجي وياي هذا احد يعني الانفلونس اللي يعطونا الاوتاكو صح ولا لا؟ صح نسوي انفلونس على كل الناس وان شاء الله بالمستقبل كل الناس لازم يجون مسويين كوسبلاي طبعا انت الجانب الجيد الجانب الطيب والجانب الشرير اكيد طيب ليش على يميني الله يهديك المفروض انك على يساري والله ما تفرق يعني حبيبي الله يبارك فيك طيب نتعرف على اسمك حبيبي محمد ابو زيد والله والسبعة انعام والله من اهل البحرين لا من السعوديه من السعوديه ارحب 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 عبد الله ابو زيد عبد الله ابو زيد من عمه لا ربعنا اجل عيال عيال السعوديه شلون اسحب وياك يا اخي والله العظيم احنا السعوديين شعب عظيم في كل مكان تلقانا وريت تشينوتش كره ونامرنا السعوديه العربيه السعوديه العربيه كلها مره ثانيه اوريتشي نانشيس تشكر السعوديه العربيه صودرنا حبيبي شكرا جزيلا على اللقاء تشرفنا فيكم والله حبيبي والله سعد تسلم اريغاتو زي ما شتا متى كنتوا ان شاء الله او زي ان شاء الله باذن الله حبيبي شكرا جزيلا رجعنا لكم مره ثانيه اخواني واخواتي لقينا امنا الغوله السلام عليكم عليكم سلام اهلا وسهلا حياكم الله glad to meet you in this event same here I'm really excited to be here والله yes الحمد لله الحمد لله so what is your cosplay is about my cosplay is about Valak it's the demon nun from Conjuring and well it's a demon so you're supposed to be scared of it I hope I pulled it off والله if I يعني see you in the middle of the night I'll be shocked Yeah, I know. You want to say something more disgusting and scary? Okay. Wow. like stuff that you can put it in your mouth. It's made for putting in the mouth. It's like blood and decaying, something like zombies. So. Yeah, it's actually I found it as an art. Yani, I consider it as an art. Yes. So you're an artist, actually. If you make yourself in this shape. You're an artist, actually. Oh, thank you. That means a lot, yeah. You're most welcome. Anyway, glad to meet you again, and thank you for this kind conversation. Same here. Thank you. Thank you. You're most welcome. Thank you. عندي سؤال. ما تعرف مكان هنا يبيع حب شمسي؟ كل محل يبيع. كل محل يبيع؟ كل برادات يعني. كل برادات. والله أبغى أشتري لأبوي. أبوي يبيع حب شمسي. بس مو بنبلع عموما حبيبي كل براده موجود نعم شويش بشويش 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 عموما على اي حال معذره يا طول العمر على اي حال نبي نعرف بس الكوسبلاي وش هو الكوسبلاي الكاركتر اسمه ايميل من لعبه اسمها نير لعبه اسمها ميره نير 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 اوتوماتا اللي قبلها اها عرفتها سيقطك والله انا لعبتها الجزء الجديد منها جدا رهيبه حلوه والله عرفتها انت الاله اللي 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 في الغابه صح وهذا اللي جنبك هي نفسها نير اللي قصدي ما نسيت اسمها والله حياك الله مساك الله بالخير هلو مساك الله بالخير مساك الله بالخير مساء الخير
ليلى توهقت حياك الله. عموما نتشرف فيك يا صاحبي الكريم، شكرا والله على اللقاء. الكوسبلاي جدا عجبني والله، الله يرضى عليك. يلا قل الكاميرا سايونا لا، قل الكاميرا سايونا لا. شكرا جزيلا يا صاحبي العزيز، يا مرحبا اهلا وسهلا. مع المجرم مسكته، ليه قتلت التنين ليه؟ شلون بطوف الطوفة إذا ما قتلته؟ عندك جون سنو، خذ جون سنو، خلي التنين. كيف أسوي في جون سنو؟ خذه ما بي، خلي التنين. حولني أنا وايت ووكر. يدلدغ يدلدغ. صاحب ابداع، منين جبت الكاستم؟ سويته بروحي في البيت. ما شاء الله عليك انت مسوي الكاستم؟ والله مبدع. يعني اللي يشوف الكاستم يقول انك شبيه بس بطل. تشرفني باسمك؟ هارون. اول كاستم؟ لا ثالث رابع ما اتذكر. ما شاء الله، ممكن تعطينا حسابك في انستغرام؟ هارون HARON_SHK. ابداع في التصميم، ابداع صراحة. سوبر شي